سئل بعض علمائنا عن الفرق بين فخر علي بن أبي طالب عليه السلام بنفسه والغرور المحرم، فأجاب: الفخر بمعنى أن يمدح الإنسان نفسه ويتمدح بخصاله لغرض التباهي والترفع على الآخرين، فهذا مذموم، وهو رديف الغرور بهذا المعنى. وهذا لم يثبت صدوره عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بما اتصف به من صفات التواضع والانقياد للشريعة بشكل قل نظيره بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، وهو القائل: ما تكبر إلا حقير، وما تواضع إلا رفيع. نعم، لعلك وجدته يقول في بعض الأحيان: سلوني قبل أن تفقدوني، أو يقول: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، وفي سهل أم في جبل. أو وجدته يقول: لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، وقد خاب من افترى. فهذه الكلمات ونحوها لا يراد منها الفخر والتفاخر والتباهي، بل يراد منها لفت النظر إلى الحق وبيان المنزلة عند تشابه الأمور. ومثل هذه الكلمات تطلق من الأنبياء والأولياء لا لغرض التفاخر، وإنما لبيان المنزلة وقوة الحق الذي عليه الإنسان. وفرق كبير بين التفاخر الفارغ والتباهي الضيق لمدح الأنا، وبين تبيان الحقائق لغرض لفت النظر إلى الحق ورجاله.